السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا. إذا للدخول إلى والعمل والتعامل مع موقع شات جي بي تي للذكاء الاصطناعي، أمر بسيط جدا. إذا بعد الدخول إلى الرابط في صندوق الوصف، إذا هو هذا الرابط شات بوان أوبن اي بوان كوم. إذن بعد الدخول إلى هذا الرابط نجد هذا هذه الأشياء في الواجهة، نجد خانتين. إذن الخانة الأولى إذا كنت مسجلا يعني المسجل القديم فيمكن الدخول من هنا، وإذا كنت ستسجل لأول مرة يمكن لك الدخول هنا والتسجيل. ستأتيك رسالة إلى بريدك الإلكتروني وتضغط عليها، ثم يتم تفعيل الحساب بكل بساطة. جيد، إذا بعد الدخول إلى الحساب الخاص بك ستجد هذه الواجهة البسيطة. إذا يكفي هنا أن تسأل شات جي بي تي عما تريده. مثلا أنا أريد تنظيم مسابقة حول تاريخ المغرب، إذا أطلب من شات جي بي تي أن يعطيني مسابقة متكاملة بالخيارات والإجابة الصحيحة. إذا سأقول له اكتب مثلا أريد 20 سؤالا، 20 سؤالا حول تاريخ المغرب، جيد، مع 3 خيارات والإجابة الصحيحة، وكل هذا على شكل جدول في جد أو على شكل جدول. جيد، يعني أنقر على السهم، هذا السهم، جيد، فأنتظر العمل. إذا شات جي بي تي يقوم بإعداد المطلوب. لاحظوا، متى استقال المغرب؟ 1912، 1956، 1830، فيتم اختيار الإجابة الصحيحة. نعم، لاحظوا تم، يتم الآن العمل على وضع الأسئلة والخيارات والأجوبة المناسبة. جيد جدا، إذا هو عملي جدا. نعم، إذا أردت يعني توقيف المحرك، محرك الذكاء الصناعي، فأنقر هنا، جيد. وإذا أردت الاطلاع على ما بحثت عنه سابقا يكون مسجلا هنا، جيد، موجود هنا كل الأشياء المسجلة. يعني عندما مثلا ننقر عن لي ديفيزور دو قواسم 120 تجده هنا موجود، تنتظر قليلا فقط فتجد ما قمت بعمله سابقا. مثلا نرجع إلى ما قمنا به الآن، تاريخ المغرب، فننقر هنا فنجد الأشياء التي قمنا بها موجودة. جيد، مثلا أيضا أريد مثلا أن أبحث عن عرض، أن أعد عرض حول التلوث. مثلا أكتب عرض حول التلوث، مثلا نكتب له محاور العرض، تعريف التلوث، نعم، أنواع التلوث، مثلا حلول مبتكرة لمحاربة التلوث. إذا أنقر على السهم ويعد لي شات جي بي تي العرض. لاحظوا، تعريف التلوث، ما هو التلوث؟ جيد، وهنا
أنواع التلوث، حلول مبتكرة لمحاربة التلوث. إذن بالفرا بجميع اللغات. نعم، في الختام إذا لاحظوا شيء جميل جدا، خاتمة وفي المقدمة وأيضا في البداية وضع لك مقدمة على شكل تعريف، ثم يمكن أيضا استخدامه في التعلم، تعلم لغة معينة. مثلا علمني اللغة الإنجليزية مثلا. بالطبع، إذا يعطيك مثلا كلمة بالعراق بالإنجليزية، ويمكن أن تسأله ما هو الخبز، الخبز عفوا باللغة الإنجليزية. ريت، إذا هذا هو. شكرا على المتابعة.